طيب احنا نبدأ كده بالأطفال الولاد. اوكي، بالنسبة للأطفال الولاد، الأطفال طبعا بيبقى ليهم معاملة معينة. يعني خلينا نقول إن في أبراج بتبقى الأطفال من وهي صغيرة ذكية، ما تتناقشيش معاها، ما تقولهاش ذاكري، ما تقولهاش روحي المدرسة، هي عاملة بلان معينة ليها وعارف عندها هدف. اوكي، والأبراج دي دايما في الولاد بتبقى برج الثور والجوزاء والعقرب. لسه واحدة بالترتيب. بس العرب بتاع مصلحته قوي، بحسه مركز من هو صغير. ايوه هو فعلا، ما هي الابراج اللي بقولها لك دي هي مركزه من وهي صغيره، من غير ما اهاليها توعيهم او تقول لهم اي حاجه، هم لوحديهم اذكياء، هم لوحديهم بيفكروا، هم بيحددوا هم عايزين ايه. الثور الثور والجوزاء والاسد والميزان والعقرب والدلو. ده ولاد وبنات ولا ولاد بس؟ تمام. دول هم عارفين سكتهم من وهم صغيرين، اذكياء جدا كفايه، بيعرفوا يختاروا، مش محتاجين ان حد يوجههم ولا اي حاجه خالص. تمام. بقيه الابراج بتبقى محتاجه توجيهات بقى وزن وذاكر واعمل والكلام ده كله.